يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لزايد بن سلطان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير متابعينا الكرام. قلنا هود وقلت هدى نرحبكم بجميع الترحيب في يوم جديد. موضوعنا إن شاء الله اليوم شيق وجميل ويصب في فائدة إن شاء الله. ترينا بعد شوي. موضوعنا لهذا اليوم يختص بالمرأة أو العنصر النسائي. طبعا المرأة لها دور كبير كان في الماضي وما زال لها دور كبير في الحاضر. مثل ما تعرفون المرأة في الماضي لها دور وحب وحشمة. طبعا بعد ما زالت المرأة يعني ما ننسى دورها في الوقت الحالي. طبعا المرأة في السابق كانت أميرة في بيتها، ملكة في بيتها، في تربية عيالها، في تعليمهم. وما ننسى أيضا الرجل كان يتعب ويشقى للحصول على المال لأجلها هي ولأجل عيالها، ولها دور سامي، ولدرجة حتى الريال كان يثق فيها، يثق فيها لدرجة مثل ما أنا قلمتكم يتعب ويشقى على أساس أنه يحصل على المال ويعطيها إياه. هذا معناها أنها لها قدر ولها حشمة ولها احترام عنده، ولدرجة أنها المرأة في السابق هي عن 10 ريايل في بيتها من ناحية المكدة على البيت. طبعا الريال يغيب يروح يجيب لهم يعني على مكدته، زادهم شربهم، لكن بعد هي تكد على البيت في غياب هذا الريال وصون بيتها. إذا لا فاهم الضيف أو الخاطر متعننهم في غياب راعي البيت، هي تقوم بأفعال ريال البيت، توجب الخاطر وترحب وتكرمه من زاد ومن شرب لحد ما ياخذ كرمه من هذا البيت اللي ناصنه، رغم أن الرجل أو ريال البيت مش موجود. هي تأخذ الشهر هذا الكرم كله، هي تسويه لأجل أنه طيب خاطر الخاطر أو الضيف اللي جاي عندهم. حتى ما يوب البيت من أكل من شرب ومن ماي تروح تروي وتيب الماي وتحطب لأجل أنها تكرم هذا البيت أو تحفظ بيته وعياله، رغم أن غياب الرجل الرجل ساير وين يقيب الأيام حيث أنه يجيب المكدة لهم، بس هي تكون عن 10 ريايل في البيت. والحمد لله رب العالمين ما زال أمهاتنا والعنصر النسائي. طبعا أنا نشوف أنها نص المجتمع، الله مالك الحمد، لأن هي بالفعل أدت دور كبير في الماضي وما زالت تخدم في الحاضر. لكن نبي نوصل بعد صورة أو حاجة بسيطة لبعض الناس أنها المرأة تحشم والعنصر النسائي يحشم مهما صار، وبالذات إذا كانت متزوجة لزوج. مفروض أن الزوجة مثل ما قلنا نحن في السابق تحشم ويعطيها الريال الثقة ويثق فيها ويخليها رجل البيت في غيابه. ولا تنسون أن الحرمة وراها ريايل، لها أبو، عندها أبو، عندها أخوان رجال،
ما يرضون على ختم مهما صار، ما بينه عرست وخلاص وخذ الريال معناها اني اغسل يدي منها انا كابوها ولا اخوها. أما إذا ما تشوف أنت نفسك عندك أخت وعندك أم وعندك عيال عندك بنات ما ترضى لهن، هن بعد هايلاك ما يرضون حق أختهم وحق بنتهم مهما يعني مهما صار، حسوا مشاعر حرمة يعني بأنه خلاص حرمة ويعني الريال يكون غالب عليها. لا، الكثير في ناس صراحة أن نحن عرفناهم وسمعنا أنهم يقصرون في حريمهم، يعني خلاص أنا متزوج منها أنا أنت عبدة عندي. لا، ما بعبدة عندك، اللي هو غلطت وما سوتها مرجعها بيت أبوها، ما من حقك انت تمد يدك عليها، لو ان شاء الله يابت في اكبر الخطا مالك، خلاص غلطت وشفتها انها غلطانه مرجعها بيت ابوها، اخوان عندها وابوها عندها بيسنعونها. سوي عمرك ريال وسوي عمرك بطل وسوي عمرك تمد يدك على حرمه، ما اظن ان هذه فيها رجوله ولا بنا ريال يمد عليه يده على حرمه مهما صار واستوى ومهما كان من غلط. انت غلطت شفتها غلطانه، لو اكبر غلط في مرجعها بيت ابوها، عندها اخوان مثل ما قلت لكم، عندها اخوان عندها ابو هم بيسنعونها، بس انك تمد يدك وحالك لله وتسوي عمرك يعني ظاهر عمرك برجولك على حرمه، ما اظن هاي رجوله. والبيت من دون حرمه ما يسوى، البيت من دون الحرمه ما يسوى، سواء اختك سواء امك سواء حتى زوجتك من دون حرمه ابدا ما يسوى، دام انك انت عايش فيه او رجال عايش فيه، لو 20 ريال من دون حرمه مره ما يسوى. والحمد لله رب العالمين نحن في خير، اللهم لك الحمد، واصبح الحين العنصر النسائي يمثل تقريبا قلت لكم فوق نص المجتمع، وفايدته أصبحت ملحوظة في كل مكان. في ناس يقولك أنا بسها العيادة، عيادة بودي حرمته ولا أخته، يقولك أنا أبالي دكتورة، أنا أبالي ممرضة، أبالي، شفت كيف عنصر نسائي نحن محتاجينه، لو أنت ريال بعد محتاجينه في كل مكان حتى لأهلك. أنا ما أبغي في ختام كلامنا أن يقولوني أنا أرفع مقام المرأة، الحمد لله مقام الحرمة مرفوع، لا أنا ولا غيري بيرفعه ولا بينزله، وما اني انزل من قدر الرجال، الرجال يبقى رجل ويبقى مهما صار ما يعيبه شيء، الريال ريال مهما صار واستوى، لا انا بنزل قدره ولا غيري، هو اللي بيقدر ينزل قدره وهو اللي بيقدر يرفع قدره لانه رجل. في ختام موضوعنا متابعينا الكرام نقول مهما صار واستوى الحرمه بنت الريايل ما تنهان، بنت الريايل ما تنهان، اسال الله يوفقكم ان شاء الله وعلى امل ان شاء الله نلقاكم في حلقات قادمة، وإذا مقترحاتكم ملاحظاتكم على رأسي نرحب بها بكل حال. تلقاها على رأس الحرمة البحر للمقبلة البحر، وهي بحر تمشي بالبحر، هي نعم تمشي بالبحر يا ضيولية، تلقاها على رأسها. يا سلام يا سلام عن الحريم الأول. عادات وتقاليد في برنامج تراثيات، قلت هود وقلنا هدى.